مأساة لم تكتب لها نهاية رغم بلوغ الحرب على غزة شهرها السادس، نقطة انفراج يبدو أنها لا تزال بعيدة، فطائرات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في قصف منازل الفلسطينيين بمدينة غزة ووسط القطاع. الله أكبر. هنا بمستشفى دير البلح تجمع العشرات لأداء صلاة الجنازة على 16 شهيداً قضوا في غارات ليلية، من بين الشهداء 3 أطفال و5 نساء. يستكمل قصف الخميس وتيرة متزايدة لاستهداف دير البلح والبريج وبلدة بيت لاهية خلال الأيام الماضية. أما مدن الجنوب فتقصف منذ 5 أشهر دون هوادة. هذه ملامح خان يونس، المدينة التي تلاشت تحت وطأة الحرب لتتحول إلى ساحات خراب ودمار. انسحبت قوات الاحتلال فدخلها العشرات ليتفقدوا منازلهم وينتشلوا ما يمكن انتشاله من تحت الأنقاض. بعد حصار ما يقارب 50 يوم وجدنا هذا الدمار، وهذا الدمار الذي يفوق الخيال. مدينة خان يونس هي عبارة عن مدينة أشباح، كل شيء مدمر في مدينة خان يونس، البنى التحتية مدمرة، حتى المستشفيات الأساسية التي يجب أن تكون محمية بموجب القانون الدولي وبموجب اتفاقية جنيف هي الآن مدمرة بشكل كلي. 5 أشهر من الحرب خلفت أزيد من 30,000 شهيد، واستحال معها القطاع خراباً وتسببت في كارثة إنسانية متفاقمة. في الشكل لا في لحمة ولا في رز ولا في طبيخ ولا في سمك ولا في جاج ولا في نطبخ طبخة منيحة ولا في أي حاجة. لا تسأل رأس كرونوب حقه 20 شيكل، رأس كرونوب رأس ملفوف حقه 20 شيكل، الجاجة حقها 70 شيكل. من وين نجيب؟ إحنا بنطبخ فاصوليا مثلا بزيلة كليات معلبات، بالنسبة للحوم عبد الله أنا نفسي فيهن ما بنقدرش نشتريهن، ولا الخضر يعني البتنجان ب5 شيكل، كلت اللحم ب150 شيكل، وإحنا ما بنقدرش نشتري هذا الإشي. وضع صعب يعيشه الفلسطينيون في قطاع محاصر ومهدد بالمجاعة بحسب الأمم المتحدة، وسط شح في المساعدات القليلة مقارنة بالاحتياجات الهائلة.